الكبير الاعلاميين بمجالس منتخب الاخبار والاخطاء من موقع كبير الرحيم او موقع المعارضه البناءه والاقتراحيه مع التاكيد على ان ازمه مدينه الدار البيضاء هي مستوى التنافسيه وتاهيل الموارد البشريه وجلب الاستثمارات المنتجه لفرص الشغل وتوفير نظام جبائي مشجع وتقديم الدعم للمقاولات الصغرى وتشجيع الاستهلاك المواطن وتنشيط دور التعاونيات والغرف المهنيه والحرفيه وتاهيل المراكز التجاريه ودعم الفلاحين في مواجهه اضرار الجفاف وغلاء الاسمده وتعقيدات المساطر الاداريه الاستثنائيه التعسفيه. 11 تطالب كذلك المجالس الاقليميه الاخوه المفتشين حزب الجهه الاخوه الرؤساء الجماعات ورؤساء المجالس الاقليميه الاخوه اعضاء اللجنه المركزيه الاخوات والاخوه اعضاء المجلس الوطني الاخوات والاخوه مناضلي حزب الاستقلال ومناضلي ومناضلات اتحاد العام الشغالي المغرب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لي كامل الشرف باش نحضر معكم اليوم في هذا المجلس الإقليمي الموسع لجهة الدار البيضاء سطات والذي يعبر حقيقة عن تميز حزب الاستقلال داخل الساحة الوطنية كأعرق حزب أولا وكذلك كحزب متضامن فيما بينه فيما بينه رغم كيد الكائدين ورغم حسد الحاسدين ورغم ما يشاع ورغم ما يقال. أنتم القدوة، أنتم الذين تنيرون طريق المغرب وأنتم من سيعولكم عليكم المغاربة غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم. سعيد كذلك بأن نكون في إحدى القلاع التي تم انتزاعها وهي قلعة برشيد والتي إن شاء الله الرحمن الرحيم ستبقى استقلالية وستبقى كذلك رمزا في ذلك التلاحم بين الاستقلاليات والاستقلاليين. اليوم نبدأ صفحة جديدة في إطار العمل الجاد نحو الأهداف، وكيف كتعرفوا بأن الأهداف ديالنا الحقيقية هي أننا نوصلوا للحكم في 2021 ونكون نسير المغرب لأن الحزب الاستقلال يستحق ذلك. الكتابة الجهوية لاتحاد العام الشغالي المغرب لجهة الدار البيضاء سطات والكتاب الإقليميين لكل جهة هم جزء لا يتجزأ من حزب الاستقلال وهم جزء فيما ترونه وفيما سنصنعه جليلا من خطط من أجل كسب المعارك القادمة. نحن جزء واحد لا يتجزأ، نتمنى على أن كذلك اليوم تكون انطلاقة حقيقية نحو التنظيم ونحو الهدف الذي نصبوه. نحن سعداء باش نلتقوا اليوم بالرغم من أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية ديال المغاربة تتدهور، ولكن أملنا كبير في المغاربة على أنهم استافدوا من الدرس اللي خداو والدرس اللي خداو على أنهم مشاو صوتوا على ناس ما كيستحقوش بأنهم يصوتوا عليهم، مشاو صوتوا على ناس ما عندهمش استراتيجية، مشاو صوتوا على الناس ما عارفين حتى حاجة، اللي باركين غير كيعطوا صحابهم ما كيعطوش للمغاربة، وهذا هو العيب والعار على المغاربة، واللي خاصهم يستافدوا من الدرس، والمرة الجاية فاش نبغوا نصوتوا، نصوتوا على اللي كيستحق بأننا نصوتوا عليه، نصوتوا على واحد الحزب اللي في واحد الفترة ديال 4 سنين قاد الحكومة وأقل موظف زادوا 1300 ورفعنا السميك الحد الأدنى للأجر 25% وزدنا الناس اللي بدات في لاسي انساس زادت ب 35% في الفترة ديال 4 سنين ديال عباس الحسني. كان وعد المغاربة كذلك بأن إنجازاتنا اللي كانوا قضوا عليها هاد الناس في 7 سنين غادي نردوها إن شاء الله الرحمن الرحيم، ولكن ما يمكنش نردوها بكلام، خاصنا نردوها بالعمل اليومي مع المواطنات والمواطنين. شكرا لكم على هذا الحضور المتميز واتمنى التوفيق لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم في إطار المجالس الإقليمية لجهة الدار البيضاء سطات وهي محطة تنظيمية مهمة كما دأب حزب الاستقلال على أن ينظمها. اليوم درناها موسعة وكان الحضور ديال بصفتي كاتب عام ديال الاتحاد العام الشغالي المغرب من أجل باش نبرهنوا على أننا حنا في سياق واحد داخل الحزب ولا داخل النقابة، وكذلك باش نعرفوا المناضلات والمناضلين بآخر المستجدات خاصة فيما يخص
ترهل الاداء الحكومي في مجموعه من المحطات وغياب استراتيجيه ديال الحكومه، وكذلك كنعرضوا عليهم البرنامج ديالنا. اليوم الموضوع كان حول نظره حزب الاستقلال حول جانب التعليم بصفه عامه وحول قانون الاطار التربوي والتكوين، اللي هي نظره واضحه تستمد جذورها من اولا المذهب ديال حزب الاستقلال والركائز الاساسيه ديال حزب الاستقلال وما بني عليه حزب الاستقلال، واللي هو اعتماد اللغه العربيه كلغه اساسيه واللغه الامازيغيه كذلك كلغه ديال الدستور، بالإضافة إلى انفتاحنا حول ما يمكن أن يكون إجماعا وطنيا حول هذا الميثاق اللي هو ميثاق التربية والتكوين، واللي غادي يرهن أجيال القادمة، واللي خاصنا نعتبره ليس مجالا سياسويا أو للمبارزات السياسية. هذا مصير ديال المغرب خاص يكون تفكير عميق فيه ويكون الاتجاه نحو توافق وطني عليه، ماشي حزب دون حزب أو هيئة دون هيئة. الحوار الاجتماعي نحن في اخر المراحل، كيف كتعلموا بانه الاتحاد العام بالامس دار المجلس العام ديالو في مدينه مكناس وتم الموافقه على العرض الحكومي مع بعض الملاحظات اللي بداها الاتحاد العام الشغالي من المغرب واللي حنا غادي نبلغوها للوسيط ديالنا وزاره الداخليه، على اساس بان نتمنى على انه هذا الاتفاق اللي باش يكون الطبقه الشغيله عارفه لن يدوم الا سنه ونصف، اخر شي حاجه فيه بدايه ماي 2019 والاخر ديالو هو جونفي 2021، وبالتالي على انه اتفاق على سنه ونصف، وسنه ونصف بالنسبه لما تم تحقيقه بالنسبه للدخل تحسين الدخل بالمقارنه مع 7 سنوات بدون تحسين الدخل نرى انه شيء ايجابي وشيء يمكن التعاطي معه، وعلى الاقل استطعنا بهذه القضيه ديال تحسين الدخل ان لا نعيد جزء كبير من الاقتطاعات اللي اقتطعتنا الحكومه فيما سمي باصلاح نظام التقاعد. ولذلك فنحن متطلعين بعد سنه ونصف للنظام مجددا من اجل رفع من الاجور، من اجل مجموعه من الاشياء ضد الطبقه الشغاله المغربيه. كامل الرضا، ولكن ليس بالامكان احسن مما كان اولا، وثانيا كنتكلموا كيف شرحت لك كنتكلموا على سنه ونصف، وكنتكلم كذلك بصفه على انه الاجماع ديال المجلس العام ديال الاتحاد العام واللي هو الهيئه التقريريه لا يمكن للكاتب العام ان يخالف اجماع مجلسه العام، لان احنا داخل الاتحاد العام مؤسسات ونعملوا داخل المؤسسات، ومؤسسات ديال المجلس العام هي من تقرر وقررت ما قررت بغض النظر عن الراي الشخصي ديال اي كان. هذا اولا. ثانيا كذلك نحن في فتره نعيش ديال المشكل ديال المتعاقدين او الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، ونقولوا باننا احنا ضد التعاقد جمله وتفصيله، والحلول اللي تعطات حاليا يجب ان تطور نحو الادماج. وإذا تكلمنا عن الوظيفة الجهوية ماشي في قطاع التعليم بوحده، خاصنا نتكلموا عليها في الصحة في مجموعة من القطاعات، إذا كنا غادي الجهوية هذا هو ماشي غير ماشي نديروا رجل التعليم أو نساء التعليم الحيط القصير لكل شيء يطلع عليه، لا، هو جزء أساسي في التنمية وجزء أساسي كذلك فيما يخص المنظومة التعليمية بصفة عامة، وكلما كان الاعتناء برجال ونساء التعليم أكثر كلما ترقى التعليم في المغرب. وكذلك كنقولوا بأنه هذه العودة المنتظرة ديال المتعاقدين للمدارس هو فيها روح وطنيه كبيره من اجل باش ابنائنا ما تضيعش لهم السنه ديالهم، ومن اجل كذلك باش نفتحوا قنوات الحوار اللي بدات ولن نتخلى عنهم لانهم جزء لا يتجزا من الجامعه الحره للتعليم.